اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إخوانا الكرام. يا رب تكونوا خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي حضراتكم شفتوها في الفيديو دلوقتي، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-35-91. ابعت لنا فيديو للعربية ما يقلش عن دقيقتين، وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله، ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناه. العربيه اللي حضراتكم شفتوها في الفيديو عربيه شيفروليه دبابه، موديل العربيه 2015. العربيه فابريكا بالكامل من الداخل والخارج بدون جرام بويه واحد. العربيه الموتور والات الجر والشاسيه بحاله سليمه، والكورونا والفتيس بحاله سليمه. العربيه فيها رخصه لمده 4 شهور مرور الاليوبيه. العربيه مش عايزه جنيه مصروف، العربيه على الشغل على طول. على فكره ممكن البيع كاش وبالتقسيط. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربيه شيفروليه دبابه موديل العربيه 2015، سعرها 220,000 جنيه. سعر العربيه 220,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربيه هيكون على رقم 012
2 8 1 4 7 0 7 0 8. ليلة التواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012 8 1 4 7 0 7 0 8. الرقم الثاني هيكون على رقم 012 2 012 8 8 0 2 7 0 9 5. الرقم الثاني هيكون هو 012 8 8 0 2 7 0 9 5. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على يوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.